السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده هنعمل فيديو ازاي تعملي مشروع من بيتك بتكاليف بسيطه قوي قوي، وايه الافكار اللي هتشتغلي عليها الاول، وازاي تعملي الامكانيات والمعدات، وكمان هعرفك ازاي تشتغلي بطريقه سهله قوي وبسيطه، وفي نفس الوقت ازاي تعملي الدعايه لنفسك وانتي من بيتك. تابعي الفيديو ده لحد الاخر، وانتي هتعملي احسن مشروع من بيت وانتي في بيتك وسط ولادك، ومش اي حق مفيش اي حاجة خالص هتبقى ضغط عليكي بالنسبة للبيت او الشغل. تابعي الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدي منه. ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني قوي. معاكم مريم احمد صاحبة القناة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل ازاي تعملي من بيتك، او ازاي تعملي مشروع من بيتك وتجيبي منه فلوس، او ازاي تعملي لنفسك دعايه بطريقه سهله قوي وبسيطه، وايه المعدات اللي انت هتستخدميها، والمعدات دي غاليه ولا رخيصه، ولا هجيب ايه بالظبط. كل ده انا هشرحه لك واحده واحده قوي. خلينا مع بعض واحده واحده. اول حاجه قبل اي حاجه خالص، بصي هوريكي حاجه انا عملتها زي كتاب بالظبط كده. إيه هو كتابي؟ تمام، انا عملته. بصي اتفضلي. بصي اول حاجه خالص، مش من هنا، اول حاجه من هنا. تمام ماشي. هو اول حاجه من هنا، بصوا اول حاجه اهو، عشان بس ده اوله. ده تيشرت انا عملته بقصه البرنسيس، تيشرت حريمي بس هو كبرته شويه. التيشرت ده عملته قصه البرنسيس ازاي؟ قصيت في النص ما بين الرقبه والرقب، وبعدين جبت حته ورقه صفراء وحطيتها في النص. الكلام ده لما تعمليها على قماش بيبقى حاجه تانيه خالص. تمام، ده بالنسبه للتيشيرت. بعدين بتخيطي هنا خط خياطه او هنا خط خياطه، عايزه تشتغلي وتبقي اعملي زي الفراشه بالطريقه دي، تعملي له حزام لطيف كده على الجنب، ساعتها مش هيبقى تيشيرت، هيبقى تونيك طويل زي ما انت حابه خالص. تمام. تاني حاجه عملتها البنطلون اللي احنا عملناه، بس البنطلون ده من غير بنس، يعني ده ينفع بنجامه، ينفع يعني بنات اطفال كده للدفايه، بنطلون للدفايه، فده ما فيهوش اي نوع بنص ولا في اي موديلات، هو بنطلون عادي. لو عملتيه كده هيبقى بنطلون تركبي فيه استك، وهيبقى بتاع دفايه بتاع اطفال زي ما قلت لك، بتاع كبار زي ستريتش تلبسيه تحت الهدوم. تمام، ده تاني حاجه عملتها معاكم. بعد كده عملت الفستان ده بقصه البرنسس، بس من عند الابط هنا نص الابط، وحطيت فيه ورقه وكشفتها اكنها قماشه. فهنا بتعملي ايه؟ بتقصي من عند الابط هنا، وبعدين تقصي، وبعدين تدي مساحه مساحه للورقه دي، وبعدين بتخيطيها ما بين القصه دي والقصه دي، وتخيطيهم في بعض. فانت شغلك هيبقى على المكان. تمام. الفستان دي بعديها جدا بتعرفي مقاس الوسط اللي انت عايزاه، عايزه تعمليها بكشكشه بكوسر بكولونه، اي حاجه انت عايزاها. فبتستخدمي الجيب على حسب المقاس بتاع الوسط بتاعك. بعد ما تخلصي خالص القصات وتخيطيها خالص، تعرفي المقاس، وبعدين تعملي الجيبه بتاعتك على اساس. تمام، معلش الورق لزق في بعضه، معلش. بصي بقى، ده هنا ده زي الجاكيت بالظبط، هو جاكيت. بصي بقى الجاكيت ده من هنا كبير ومن هنا صغير. ليه؟ لان لما تيجي تقفليها يديكي المنظر ده، منظر اهو. بصي هيبقى كده منظر ده. عايزه تركبي زرار من تحت وتخليها تطلع من فوق كده وتقفليها، يبقى شكله حلو. ولو عايزه برضو يتقفل كده بالطريقه دي كده، برضو هيبقى شكله حلو. انت عايزه تعملي له طبعا اللياقه بتاعتك، عايزه تعملي لياقه قدامه من ورا، ما تعمليش لياقه او يا دوب بس من ورا تكمل، او تعملي اوفر، فده هيبقى حلو قوي قوي ليكي. الكم هنا منه فيه، يعني بتجيبي القماش وبتقيسي مثلا طول الكم عندك 60، فبتدخلي 60 مع طول القماش مثلا من اول هنا اهو كده، وده هنا 60 الكم بتاعي من غير ما تحردي حتى، فهو منه فيه. تمام، فده اسهل كم انا بحب استخدمه قوي في كل انواع اللبس. تاني حاجه، ده نوع جلابيه انا عملته. بصي ده نوع جلابيه اهو، دي هحزمها، بتفتحي طبعا هنا الخرم الاول، انا عملتها من ورا ومن قدام، بس اهي بصي انت لما تيجي تفتحيها هتفتحيها من قدام بس، انا عشان ابينها لك اكتر. بصي بتفتحي انت من قدام بس هنا خطوتين، وتعملي الحزام بتاعك، وتحطي مثلا لو عايزه دي بتبقى ممكن بادجات بتشتريها من اي خردواتي، بادج رخيص قوي يعني، في بادج ب6، في بادج ب7 جنيه، في بادج ب8 جنيه، في بادج ب2 جنيه، على حسب ما انت حابه البادجات عامله ازاي. ممكن انت تعملي بادج بنفسك، يعني تجيبي خرز وتجيبي حاجات برونزات كده بتتباع في المكاتب،
والبرونزات برضو تقدري تعمليها بدش تمام، او القماش التون اللي احنا قبل كده استخدمناه مع بعض في العروسه تقدري تقصي منه ورود وتعمليه بعد كده تلزقيه بدش او ترسميه زي البدش بالظبط، ساعتها هتخيطيه تمام مش هترسميه، ده نوع جلابيه زي ما قلتلكم تمام. تاني حاجه هنا معانا برضو ده فستان، قصيت البرنسس من قبط بس الفرق هنا حطيت قماشه صفرا قبل ما ادخل، يعني ورقه صفرا قبل ما ادخل الورقه البيضة، بس هنا ما قصيتش بقيه الكم، فهنا ده برضو منه فيه نص كم فستان نص كم بقصه البرنسس بطريقه سهله قوي. بصوا اهو لازم بس تعمليه حرده الامام وحرده الخلف تمام. وهنا بقى الجيبه، الجيبه البنسل اللي من تحت بتبقى ضيقه وفوق واسعه، دي البنسل. وهنا الجيبه الصك، لا دي الجيبه بصي دي الجيبه الفيزون بتنزل على يعني كده زي 8، بتنزل لك 8 كده مع بعض، بس هنا انا بحمل لها حرده صغيره من جنب اليمين والشمال عشان ما تبقاش جايه كده تمام، ما تبقاش جايه 7 كده. هنا كمان معانا الجيبه السمكه ضيقه من فوق واسعه، يعني ازاي بصي السمكه ننتي من عندك تحت تبقى ضيقه عشان تبقى سمكه تمام، بتقفل يعني لا مش السمكه دي سوري مش السمكه، بتقفلي من تحت خالص وتبقى ضيقه وفوق بتبقى واسعه على الوسط اللي محافظه على الوسط بتاعك، بس من تحت انتي ضيقتي تمام. وهنا بقى الاكمام تمام، الاكمام بطريقه سهله قوي قوي بسيطه برده معموله برضو من غير اي حسابات، انت ممكن تقدري تعمليها يا دوب بس تعرفي مقاس الحرده بتاعتك او تعرفي عمق الابط كام وهترسمي العمق وهترسميه على طول وهتظبطيها بنفس الطريقه تمام. عايزه افتح مشروع اعمل ايه عشان افتح مشروع؟ اقولك تعملي ايه عشان تعملي مشروع مربح من المنزل بطريقه سهله قوي. دلوقتي عايزه افتح مشروع تمام، اول حاجه الثقه في النفس. الثقه في النفس يعني ايه؟ يعني مفيش حد يجي يقولك ايه اللي انت بتعمليه ده هتفشلي، مشروعك هيفشل، مفيش حد هيجي ياخد منك حاجة، انت شغلك وحش، كل ده تعتبريه هوا هوا خالص، تعتبريه ان هو مش موجود في حياتك اصلا تمام. الانسان او الانسانة اللي بتقعد تعمل معاكي بصورة كبيرة وكده، فانت حاولي الشخصية دي اذا كان يعني شخصية دي قريبة منك اقطعي علاقتك بيها. الانسان او الانسانة اللي تحبطك في اي حاجه تعمليها بعيده خالص عن موضوع الخياطه والتفصيل والكلام ده اقطع علاقتك بيها، ملهاش اي 30 لازمه في حياتك تمام، لان دي هتفضل تحبطك طول العمر على اي حاجه انت تعمليها كويسه الناس كلها تقولك ده جميل دي الوحيده ايه القرف ده، دي الوحيده اللي هتقولك الكلمه دي، عمرها ما هتشجعك وتخليكي تبقي قدام، لان هي مش عايزه بالمعنى الاصح ان مش عايزاكي تبقي احسن منها، مش اي حد على فكره بيعوز الناس تبقى احسن منه تمام. تاني حاجه حب الشغل، حب الشغل ده يعني ايه؟ يعني مش انا اشتغل بقى عشان ما تحبيش الفلوس، حبي الشغل، لو حبيتي الشغل هتعملي شغل كويس جدا جدا جدا، الفلوس هتجيلك تلقائيا، هتفتحي وتكبري في الشغل بتاعك تلقائيا. يعني ما بصي اوعي في يوم تقولي لا انا هشتغل عشان خاطر الفلوس، ايوه كلنا بنشتغل عشان خاطر الفلوس وكل حاجه، بس مش حب عشق للفلوس، لا انت حب عشق للشغل. ايه ده انا النهارده عملت مثلا قصيت برنسيس بطريقه حلوه قوي، طب انا هعملها كمان على فستان شكله كده، اقعدي بقى الفي الخياطه اصلا يعني او اي نوع تاني شغل بيبقى فن تمام، الشغل بالذات في الخياطه ده بيبقى فن وبيبقى يعني حاجه كده زي بتقولي عايزه بال رايق مش عايزه اي حد، فحب الشغل، لو حبيتي الشغل وحبيتي تعب الشغل الفلوس تلقائيا هتجيلك وهتبقي احسن واحده في الخياطه وفي التفصيل. تالت نقطه بقى عدم التشجيع من الناس، عدم التشجيع من الناس، اوعي تستني حد يشجعك، اوعي خصوصا تمام. لو بتبتدي دي في اي حاجه بقى غير الخياطه برضو بعيد عن الخياطه، في جواز في صحاب في مثلا في شغل جديد في اي شغل تاني خالص غير الخياطه والتفصيل، اي حاجه غير اي حاجه كده بتعمليها جديده اوعي تستني حد يشجعك غير اللي ليكي بجد، مامتك باباك اخواتك، ممكن لو ليكي قريب بجد قوي قوي ممكن يشجعوكي، غير كده منصحكيش لان مفيش حد هيشجعك، اوعي تستني حد يقولك الله ده انت شغلك جميل قوي، على فكره هيكونوا بيتكلموا دارك ايه القرف اللي عامله ده، حتى لو شغلك جميل وعاجبك وعاجب الناس كلها دي الوحيده اللي هتقولك ايه القرف ده، فاوعي تستني كلمه شكرا، اوعي تستني كلمه تشجيع، اوعي تستني اي كلمه مشجعه من حد تمام، ان ده
يعني ده بحد ذاته بيبقى تعطيل لك انت شخصيا. المعدات المطلوبة، المعدات المطلوبة لو هتفتحي في الخياطة والتفصيل، المعدات المطلوبة ان انت قبل اي حاجة لازم تدوري، انا ستي واحدة معيش فلوس وعايزة حاجة، حاجات بسيطة كده عشان ايه يعني، حاجات بسيطة وبعدين ان شاء الله هجدد. فتمام، ممكن في عندك كذا حاجة هتنزل السوق خصوصا المصريين في الرواعي. في عندك مكان جديد كرتونته، ده بيبقى عامل من اول 1000 لحد 1500 و 3400 و 1500 1600 1700 على حسب ما انت عايزة. طبعا ده الجديد، عايزة حاجة مستعملة تبتدي بيها، في حاجات ب 300، في حاجات ب 400، في حاجات ب 600 على حسب برضو. ده الجديد يعني، بصي هو مش بمستعمل قوي، هو بيبقى يعني تمام شغال يعني، اللي هو يقضي غرض، وخصوصا كمان لو فتحتي مشروع بيه يعني. بس لازم السودة، المكنة السودة يا جماعة، اوعي تجيبي مكنة غير السودة في مشروع. ليه؟ لان الابيض ده ناس كتير حقيقة، انا جمعت عنه كتير قوي في الرأي، في ناس كتير قوي اشتكت منه بسبب ان هو بيسخن، بيستعمل 6 ساعات بس وبعدين تلاقيه فصل منك، ممكن يتحرق بسرعة، الموتور بيتحرق بتاعه بسرعة، فبيبقى في مشاكل كتير قوي. حاولي انت على قد ما تقدري تجيبي الاسود، مكنة السنجل السودا او المرسيدس السودا على حسب ما انت عايزة نوعها ايه، بس تكون مكنة سودا ومنزلي. دي المنزلي. بالنسبة للصناعي، كل المكنة الصناعي حلو ويقدر يشتغل معاكي في اي مشروع، وكمان لو عايزة تشتريه في البيت تتعلمي عليه برضو جميل جدا، خصوصا لو اول بداية ليكي. تمام. المقصات، حاولي انت تجيبي مقصات برضو في نفس الشارع بتاع الرواعي ده، في شارع الرواعي ده هتلاقي مقصات رخيصة مش غالية قوي، هتلاقي في مقصات ب 50، في 40، في 60. ما تعقديش نفسك بحاجة معينة. مع يا ستي ما لقيتيش اي مقصات خالص، استخدمي اي مقص، اي مقص خالص، بس مقص يكون يعني مثلا مقص مثلا بتاع مقص يكون مثلا زي كده تمام، وميت. انا كان عندي ده ميت، حنيديه، حنيديه عند الراجل، الراجل بيحنده، حنيديه واشتغلي بيه احسن بكتير من ان انت توقفي نفسك على اي حاجه. بالنسبه للقماش بقى، القماش ما تشتريش من حد غالي قوي، وخصوصا ما تشتريش من محلات جنبك اصلا. يعني انت لو شايفه المحلات اللي جنبك غاليه اوعي تشتري منهم خالص، تمام، لان هيكونوا عايزين يكسبوا فيكي. يعني مثلا متر قماش بيتباع بره ب 40، هو ممكن يبيع لك 60 عشان يكسب فيكي. ما هو شافك بقى ايه، هتفتحي مشروع هو هيكسب وانت تكسب، لا كده انت مش هتكسبي اي حاجه خالص. حاولي انت تدوري على اماكن جملة القماش، حاولي دي في العتبة، في المسكي، في تاني، في سوق التلات، سوق الخميس، الأسواق دي كلها انزلي فيها، سوق الحد، سوق الجمعة، الأسواق دي كلها انزلي فيها، هتلاقي فيها قماش بأسعار بصي جامدة جدا يعني، حلوة قوي، أسعار هتشتغلي بيها وهتكسبي حلو جدا كمان منها. بالنسبة للأسواق دي، بالنسبة بقى للعرب، الجزائريين، التونسيين، أكيد برضو عندكم أسواق زينا كده برضو بتكون بنفس الاسعار دي. ده بالنسبه للمعدات والقماش والمكن. انا عايزه دلوقتي اعمل اوفر وما عنديش مكن اوفر، اشتري دواس ب 200 جنيه، دواس صغير بتركب في المكنه المنزلي السودا بيعمل لك اوفر وهتعملي سنج. هتشتري المكنه البيضة وعايزه تعملي بيها مشروع مثلا من البيت، ان انت تعملي فستان، تعملي حاجه، فالتلقائي المكنه البيضة دي بيبقى فيها اساسا غرز كتير، ومنها غرزه الاوفر، غرزة السلساج، وكذا غرزة يعني. تمام. في مكنة فيها 50 غرزة، في مكنة فيها 100 غرزة، في مكنة فيها 14 غرزة على حسب. ده بالنسبة. تمام. نوع الملابس اللي انت هتشتغلي فيها ايه دلوقتي، انت هتشتغلي في ايه، ما تتشتتيش، اوعي تتشتتي خالص. اول حاجة لازم تحددي انت هتشتغلي على ايه في البيت، يعني مثلا ممكن وهتشتغلي ازاي وازاي الدعاية بتاعتك. نقول لك بس ازاي. اول حاجه لازم تعملي يعني مثلا هتشتغلي في الاساديل، اساديل رمضان، رمضان داخل علينا اهو، تعملي اسدال مثلا بناتي من اول 12 لحد 18 20، تمام، تعملي الاسدال ده، انتي كده خصصتي نفسك للاساديل بس، ما ينفعش تشتغلي في حاجه تانية طول مثلا فتره، حددي لنفسك فتره مثلا 14 اساديل. بعد الاساديل، بعد رمضان ما يخلص، اكيد طبعا الناس بتحتاج بقى لبس عيد في نفس اللي يعني، ممكن على حسب ما انت حابه برضو، ممكن تشتغلي في الجلاليب، لان دلوقتي الناس طبعا بتحتاج لبس عيد وحاجات عيد وكده، ممكن تشتغلي في الجلاليب، ممكن تشتغلي في الجنس، بس الجنس ليه مكنه تانية. الجنس هيحكمك يعني، يحكمك ان انت تجيبي مكنه تتعامل مع الجنس بس،
يعني مش ان هي تعمل مع ايه قماش طبعا، بس قصدي ان هي تبقى غالية. تمام، فاهمة ازاي؟ مش هتبقى اللي هي رخيصة اللي تقدري تشتغلي عليها، تظبطي عليها اي حاجة انت عايزاها. في السنجل السودا اللي بقولك عليها دي ممكن انت تدخلي عليها الجينز، وكمان بتدخليه كويس، بس هي برضو عايزة معاكي دواس. دواس ده بيبقى فيه ابرتين، مكنة فيها ابرتين كده نازلة كده على الجينز عشان تعملك الخطين اللي بيبقوا الجينز، اللي هوريكي صورتهم عندك دلوقتي. ده بالنسبة للجنس. تمام، لازم تحددي انت هتشتغلي في ايه. هتشتغلي مثلا العرايس بس ملايات، الملايات دي تكسبي فيها جامد جدا. حلو برضو ملايات حلوة، لان في ناس برضو عليد بتحب تغير الفرش بتاعها وكل حاجة بتاعتها، فتمام الملايات حلوة جدا جدا جدا. الملايات فرش انتراهات برضو، حددي الاول عايزة تشتغلي في ايه. تمام، تالت حاجة عدم الغلاء الملابس. يعني ايه عدم الغلاء الملابس؟ يعني ما تغليش اسعارك قوي قوي اكتر من اللي في السوق. لا ما تغليش، اوعي تعملي كده، بالعكس انت هتقللي اقل من اللي في السوق كمان بشويه. هقول لك ليه، لانك انت هتجيبي قماش جمله، المكن نحسب مثلا الكهرباء، لو عملتي مثلا ملايه واحده، الملايه دي ما هتكلف مثلا مترين او مترين ونص قماش، هحسب لك مثلا مترين ونص قماش على 20، مترين ونص على 20، لا مش على 20، في 20 يعني بالظبط ب 50 جنيه، 50 جنيه قماش للملاية. تمام، كلفتي كده 50 جنيه قماش، الكهربا مثلا قولي 20 جنيه الملاية الواحدة مثلا، بكده 50 و20 70. تمام، هتعملي بقى فيها شغل وشغل ايدك وتعب وقص والحاجات دي، مثلا قولي 40 جنيه. حلوة 40، رينج حلو اوي. يبقى كده كام كله؟ 110. انتي كده كلفتي كل تكلفتك 110، يبقى تزودي كام على تمن الملاية دي؟ الملايات في السوق ب 200 جنيه، في ملايات ب 500 جنيه، وفي ملايات ب 600، وأسعار في النور. تمام، فانت لو كلفتي ملاية زي ما بقولك 110، يبقى حلوة قوي لو عملتيها ب 150 جنيه، انت مكسبك 40 جنيه. وطبعا ده مش هيبقى مكسب بس، ده كمان مكسب وتجديد معدات. تمام، ده بالنسبة لغلاء الأسعار. فما تحاوليش انت تغلي، لو عملتي جلابية برضو احسبي واحد يعني، يعني احسبي المقاس، يعني احسبي ازاي الجلابية هتتكلف كام قماش، القماش بتاعها بكام، ايدك بكام هتحسبيها، هتشتغلي بالمكنة والكهرباء بكام. فكل ده لازم تحسبيه قبل اي حاجة تعمليها. تمام، ده اول حاجة. عدم بقى يعني انتي ما تعمليش بقى ابتكارات، اوعي تعملي ابتكارات، دي اخر نقطة عندنا. والنقطة السابعة، اوعي تعملي ابتكارات او افتكاسات. ما تجيش مثلا واحدة زبونة تطلب منك تقولك لو سمحتي انا عايزة منك بلوزه، وبلوزه عايزاها تكون بشكل مثلا تكون دايره من تحت كده ومن فوق جايه بكم واسع، ومثلا حردتين ورا وحردتين ودو. هي بتسهل لك البلوز، اوعي انت بقى تقولي ده انا هشغلها لها كمان واظبطها بتاع، لا وتعجبك وتعجب الناس كلها، بس ده هي مش هتعجبها ان هي بتحب تلبس حاجه بسيطه. فخلي نفسي يعني مثلا الزبونه طلبت منك حاجه بسيطه، اعملها حاجه بسيطه. طلبت منك حاجه كبيره قوي، اعملي لها الحاجه الكبيره قوي، وفي نفس الوقت حددي ايدك في الحاجه الكبيره. يعني انت بتكسبي كام من الحاجه الكبيره دي؟ زي فساتين الافراح، لو حضرتك طلبت منك فستان افراح، في ناس بتقول لك بصي اعملي فستان افراح ده على ذوقك انت بقى، انت براحتك عيشي حياتك، بس يكون فستان جامد ما يكونش حد لابسه قبل كده. تمام، دلوقتي انت عايزه تعملي دعايه لنفسك، فمش بشرط ان انت مثلا يعني في مثلا واحده مش عندها صحاب خالص كتير، عندها صحاب قليلين قوي، وكمان ايه مش اللي هو صحابها قوي، فانت عايزه تعملي دعايه. في عندك طريقتين للدعايه. اول حاجه، لا اما انت عندك صحاب كتير جدا جدا وتقعدي تقولي لهم على شغلك او توريهم شغلك حقيقي وتوريهم ازاي طريقته حلوه، ده اول نقطه للدعايه. تاني نقطه، انك انت تنزلي الاسواق اللي انا قبل كده ذكرت اسمها، اذا كان مصريه او مش مصريه، ممكن تشوفي الاسواق اللي عندك ايه، وتشوفي المحلات اللي يعني انت اعملي حاجات افخه، يعني حاجات فخره، حاجات بجد حلوة عن المحلات. ما تعمليهاش شعبي، اعمليها حاجات بصي في الجودة عالية جدا، في التركيز حلو جدا، في كل حاجة. يعني اللي يجي يشوف اللبس ده يقول ايه اللبس اللي انا عارضه ده، انا هاخد منك انتي. فدي تاني طريقة، ان انتي تعملي الشغل بتاعك بجودة عالية قوي قوي قوي، وتنزلي تعرضي على المحلات، بس طبعا بكميات بسيطة، مش هتعملي بكميات المصانع طبعا، هتعملي بكميات بسيطة، فانت هتتفقي مع محل واحد بس لما تيجي تبيعي المحل، غير لما تيجي تبيعي لزبونة.
الزبونه مثلا لو على الملايه زي ما قبل كده حسبتها لكم، الملايه 110 يعني في اخرها كلها هتبقى 150 جنيه تمنها، ده بالنسبه للزبونه. هتقولي لها اديني 150 جنيه وخدي الملايه بتاعتك. بالنسبه في ناس بتعلي طبعا اكتر من كده، خياطين كتير قوي بيعلوا اكتر من كده، انا بقولك من نسبه بالنسبه ليا تمام. فبالنسبه بتيجي عند الراجل بقى التاجر اللي بتبيعي له ده، تقول له لا الملايه هديها لك ب 200 جنيه. ليه بتقولي له 200 جنيه؟ لان ساعات كتير جدا في تجار بتنزل شويه في السعر، ممكن تنزلها 10 جنيه تكون 20 جنيه، فتنزلها 170 جنيه. احسبي تمن كمان المواصلات وتمن اللي هيشيل وتمن لو انت اللي هتشيلي، احسبي اكنك واحده غريبه بتديها حاجه تقولي لها خدي حطي تمام. ده بالنسبه للدعايه التانية، اول نقطتين دعايه مهمين جدا جدا تقدري تستفيدي منهم. اهم نقطه بقى واللي هي النقطه اللي عندنا برضو في الدعايه، ازاي يعني انا عايزه دلوقتي اعمل دعايه، يعني انا ما عنديش صحاب، وجوزي او اختي او ابويا او ماما او اي حد ما بيرضاش ينزلني الشارع، اعمل ايه؟ في الكترونيات دلوقتي، في نت، ما تياليش خالص ان مفيش حد معاه فيسبوك، مفيش حد عامل ايميل فيسبوك، مفيش حد عامل ايميل واتساب، مفيش حد عامل صفح كتير جدا على الفيسبوك، فما تقلقيش خالص الموضوع ده، اكيد الموضوع ده صح. فانت تقدري تعملي دعايه لنفسك بنفسك على واتساب، فيسبوك، تليجرام، ايه تاني، الانستجرام، تقدري تعملي على كل الحاجات، تيك توك. تيك توك ازاي؟ تصوري مثلا شغلك كده، انا بعمل الحكايه دي على فكره يا جماعه، بصور الشغل بتاعي وبنزله على التيك توك عباره عن صور، بجمعهم على بعض الصور باغنيه، اغنية شعبية، عشان ايه؟ اغنية شعبية، مهرجان، موسيقى، ديني، اي حاجة، مهم ان انت تعمليه بالطريقة دي تمام. في عندك كمان برضو سيستم الفيسبوك بيعمل لك دعاية مجانية، ان انت تعملي اعلان عن حاجة انت عايزة تبيعيها مجانية، تدخلي جروبات كتير وتعملي اعلانات، تعملي حاجات زي كده كتير قوي تمام. فما توقفيش نفسك بالنسبة للدعاية دي. في عندك 3 نقط دلوقتي اهم تقدري تستخدميهم. اول نقطة الصحاب، ما عنديش صحاب، تروحي الاسواق تتفقي مع ناس تجار مباشره، ما بقدرش انزل، ماما بتمنعني، بابا بيمنعني، اخواتي بيمنعوني، اي حد بيمنعني، خلاص انت بتمسكي التليفون ليل نهار، امسكي بقى التليفون عشان خاطر تعملي لنفسك دعايه تمام. مثلا ممكن تعملي جلابيه وتعملي عليها دعايه. طب اعمل الدعايه ازاي؟ اقول لك تعملي الدعايه ازاي. اول حاجه تصوري مثلا زي الجيبه اللي انا حاطاها دي او اي حاجه تانيه من اللي انا عملتهم، تصوريها تمام. وبعد ما تصوريها في برامج مختصه في ان انت تلغي الحاجات اللي حوالين الجيبه دي، وتظهر لك الجيبه لوحدها، وتنور لك نور الجيبه، وتديك اضاءه عاليه جدا، فبتظبط لك شكل الجيبه، وبتكتبي السعر على الصوره اللي انت هتنزليها دي، وده كده يبقى انت عملتي اعلان تمام، وتنزليه في الفيسبوك. في ناس كتير قوي عارفاه الموضوع ده، بيع وشراء، يعني بتيجي تعملي ايه، عايزه تبيعي حاجه وتشتري حاجه. ده بالنسبة للدعاية تمام. اي حد عايز يعرف منين يعمل اعلان الفيسبوك ده، ياريت لو حد عايز يعرف يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه، وممكن احاول يعني نعمله لكم تمام. ده بالنسبة في 3 خطوات قدامك دلوقتي، او 3 مناطق للدعاية. رابع منطقة ودي الاهم منطقة فيهم تمام. انت مثلا موظفة، انت مثلا موظفة تمام، موظفة مثلا في اي اداره، في اي مكان، فعندك صحابك، عندك ناس، فممكن تعملي من طريق شغلك. واحده موظفه تقدري تعملي شغلك، واحده مثلا تقدري تجيبي الحاجات معاكي في شنطه وتقولي لهم يا جماعه انا بعمل الحاجات دي ودي، فهم هيشهروكي، دي هتقولي لدي، دي هتقولي لدي، هتبقى برضو فكره حلوه. فاللي بتشتغل اصلا وعايزه تعمل، يعني بتشتغل وعايزه تعمل جنب شغلها شغل تاني اضافي اللي هو الخياطه، فهتقدري انت تعملي ده لو انت بتشتغلي في مكان، مصنع، اي مكان. بس اوعي واحده بتشتغل في مصنع ملابس تقول لهم بصوا يا جماعه انا بعمل حاجات حلوه قوي، تقولي لصحابك، لان مش كل الصحاب زي ما قلت لك قبل كده بتحب الخير لبعض. ممكن صاحبه تروح تقول لمدير الشغل، او تروح تقول او تاذيكي، فهتحاول ان هي تاذيكي وخلاص، يعني تحاول تضايقك. حاولي انت تخلي بالك من الموضوع ده. يا رب تكون الحلقه على عجبتكم، يا رب تكون استفدتوا منها، وان شاء الله تعليق جميل قوي منكم ولايك اجمل، عشان خاطر وصلنا خلصنا 7 نقط المهمين لاي بدء مشروع واللازم انت تستفادي بيهم الاول تمام. يا ريت بقى لايك جميل قوي لو عجبك الفيديو، ويا ريت تعليق اجمل،
ويا ريت تشجعيني، انا من الناس اللي بحب التشجيعات، تمام، بحب استنى التشجيعات، تشجعيني. ويا ريت برضو تعليقات جميله جدا جدا منكم كده، ولايكات اكتر، ما حدش ينسى اللايكات. والناس اللي مش متفاعله ومش الناس اللي مش فعلة الجرس، يا ريت تفعلوه عشان خاطر يوصل لكم كل جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات مريم احمد صاحبه القناه. ويا ريت تنوروني، الناس اللي اول مره تشوفني في القناه واول مره يدخلوا قناتي، يا ريت تنوروني وتشرفوني وتشتركوا في القناه، وده يبقى شرف ليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.